بداية زميلي دعني أتقدم بواجب التعازي نيابة عن جميع الصحفيين المتواجدين هنا في وفاة شهيدة مهنة الصحافة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة. وكما ذكرت كانت هناك وقفة على هامش هذا الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش المنعقد هنا بمراكش. هذا الاجتماع الذي ينظم بصفة مشتركة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية يحضره أزيد من 40 وزير خارجية من مختلف أنحاء العالم، من أوروبا، من الشرق الأوسط، من القارة الإفريقية، أيضا من أمريكا اللاتينية. كان يتوقع أو كان يفترض أن يرأس إشغال هذه الجلسة أنتوني بلينكن وزير أو كاتب الدولة الأمريكية المكلف بالخارجية، لكن إصابته بفيروس كوفيد حالت دون ذلك ونابت عنه مساعدته في الشؤون السياسية. الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كانت تناول خلالها وزير الخارجية المغربي الكلمة وتحدث عن استمرار تهديد داعش الإرهابي في منطقة الساحل جنوب الصحراء وعدد أيضا من الجماعات الإرهابية. تحدث عن تقريبا 27 جماعة إرهابية تنشط في المنطقة وأعطى بالأرقام تنامية العنف بأكثر من 40% خلال السنتين المنصرمتين وأيضا ارتفاع عدد الضحايا. من جانبها مساعدة وزير الخارجية الأمريكي تحدثت عن أهمية انعقاد هذا الاجتماع في هذا الظرفية، وأعلنت أو أكدت انخراط الولايات المتحدة الأمريكية في الجهود الدولية لمحاربة داعش، وأعلنت أيضا عن تقديم مساعدات للدول الإفريقية خاصة في غرب إفريقيا، مساعدات مالية تقدر بمئات الملايين من الدولارات من أجل مساعدتها لمواجهة خطر الإرهاب. أيضا تحدثت عن دعم في سوريا لإعادة يعني مساعدة على بناء الدولة من جديد بعد تحريرها من ما سمته تحريرها من داعش. على هامش هذا اللقاء يجري وزير الخارجية المغربية لقاءات ومباحثات ثنائية، من أبرز الحاضرين وزير الخارجية السعودي، وزير الخارجية الفرنسي، وزير الخارجية الإسباني، أيضا وزير الخارجية التركي، وزير الدولة الإماراتية المكلف بالشؤون الخارجية، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعدد كبير من وزراء خارجية عدد من الدول، بالإضافة إلى المنظمات الدولية والإقليمية الفاعلة في مجال مكافحة الإرهاب. الهدف العام لهذه الندوة ولهذا اللقاء هو تدارس سبل تنسيق الجهود ما بين الدول المنخرطة، ونتحدث عن 84 دولة ممثلة في هذا التحالف وهذا الائتلاف الدولي لهزيمة داعش، بالإضافة إلى المنظمات المعنية، من أجل يعني إيجاد حلول لمنع تمدد وما يسمى بعودة تمركز داعش في عدد من مناطق العالم وفي مقدمتها المنطقة الساحل جنوب الصحراء، وهو ما استدعى أو ما تم السبب لاختيار مراكش لاحتضان هذه النسخة لأول مرة. يعني كبلد إفريقي يحتضن هذه النسخة. فدوى المرابط مراسلة الغد كنت معنا من مراكش، شكرا جزيلا.